انا ماليش اخوات يا دكتور، ماليش اخوات خالص. كويس عظيم، هديك فوقتي. يلا يا ست علوية خليكي معايا كده، هسألك شوية أسئلة. أول سؤال، وعمك الدكتور عدلي قام بالتمثيلية مظبوط؟ الراجل ده لو ما كانش طلع دكتور كان لازم يبقى ممثل. ها وبعدين؟ عملتي نفسي نايمة زي ما اتفق معايا، وعند كلمة أختك سهير زيها رحت خبطة اتنين حسب الخطة. الموضوع عمل نفسه قطع الحديث والتفت لي عشان انا فقت، وابتدى يسألني اسئلة في مشكلتي انا. ادهم لو عارف اللي انا بعمله ده كان دبحني. ما تخافيش، المهم ان الخطة ابتدت تنجح. اظن بقى هو الا نبقى احنا ما بنعرفش نتكتك. يعني زمان سهام دلوقتي قاعدة في اوضتها وبتسأل نفسها ايه حكاية اختي سهيرتي؟ ده انت جيتي لي العياده انت وعمك بعد كده عشان تشكروني، حتى كان معاكي اختك سهير. ازيها؟ كان معاكي اختك سهير. ازيها؟ اختك سهير. ازيها؟ اختك سهير. ازيها؟ ازاي اختك سهير؟ صحيح انا وصيتك بعد ما حصلت لي الحادثه تخليكي مع سهام باستمرار، لكن مش لدرجه ان انتوا الاثنين تكتوا مني وما اشوفكوش. ابدا يا نوسه، انا ما بشوفهاش كتير، ده هو امبارح بس نزلنا لفينا في البلد شويه، كانت بتدور على جزمه فاضيه وانا جبت شنطه سواريك جنن. عملتي بوصيتي يا علويه؟ في ايه؟ اوعى تكوني بتخلي مدحت يشوفها ولا نيفين ولا لا لا لا، ما تخافيش، يا انا عندها يا هي عندي في بيتي، يا احنا الاثنين عندي. تكون في شغلها دلوقتي؟ اكيد، الساعة لسه 12. الو، عيادة الدكتور عدلي مرزوق؟ من فضلك الدكتور موجود؟ انا زبونة. مساء الخير يا دكتور، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ لا، ما انا هبقى اجي لحضرتك العياده، بس سؤال صغير كده قبل ما اجي. ممكن لو واحد فقد الذاكره ترجع له الذاكره تاني من غير علاج؟ صعب ولا مستحيل؟ يعني يستحسن انه يتعالج؟ متشكره يا دكتور. اسمي؟ ما انا هبقى اجي لحضرتك. متشكره قوي يا دكتور. الو، الباشمهندس مدحت موجود؟ انا الدكتور عادل. اهلا يا مدحت، ازيك؟ مبروك. سهام كلمتني في التليفون دلوقتي، سالتني عن فقد الذاكره، قالت لي سؤال مهم قوي. هطلبك، مش عارف، متضايقه قوي. لا انا قاعده لوحدي في البيت، اجلال في اجازه وجايه بكره الصبح، مش عارفه، متضايقه قوي.
مقبوضة. امتى؟ دلوقت الدنيا بقت ليل، حاجة ازاي واروح ازاي؟ وانت ازاي رجلك دلوقتي؟ طب اقعد اتكلمي معايا شوية. كان كل اللي بنتمناه انها تفتحك في الموضوع وتطلب منك توديها للدكتور او تسأليه وترد عليها، لكن النتيجة جت احسن بكتير من اللي كنا بنتمناه. هي بنفسها كلمت الدكتور وسألته. بس هو متأكد ان هي سهام اللي كلمته في التليفون؟ متأكد جدا، بيقول انها حاولت تغير صوتها، لكن على مين؟ هو عارفها على طول. طب الخطوة الجاية ايه يا مدحت؟ الخطوة الجاية هتيجي منها هي انها تروح للدكتور عدلي وتبدأ مع العلاج. واحنا؟ احنا هنراقب من بعيد، بس انا عايزك تكلميها النهاردة وتطلبي منها تروح معاك للدكتور تاني بكرة مثلا. قولي لها ان الزيارة الجاية للدكتور بكرة، وهزري معاها كده وقولي لها ايه، مش هتيجي معايا للدكتور ولا هي كانت مرة وخلاص؟ لا مرة وخلاص ازاي، بس انا النهاردة رايحة عند عمي. بلاش انا النهاردة، انت ما رحتيش من يوميها. لا وبعدين انا خلاص اتعودت انك تبقي معايا. الدكتور عدلي لطيف ومريح، الواحد بيحس انه يعرفه من زمان. روحي لوحدك يا علويه وما تخافيش. انا مش خايفه يا سهام، كل الحكايه انك جيتي معايا المره اللي فاتت وتعودت خلاص انك تبقي معايا. لحقتي تتعودي من مره واحده جيتها معاكي؟ لا خلاص هروح لوحدي. علويه المره الجايه هتروح للدكتور عدلي امتى؟ مش عارفه، مفروض النهارده بعد الجلسه حدد لي ميعاد المره الجايه امتى. اه صحيح ليكي حق. ايه هتيجي معايا المره الجايه؟ ان شاء الله ضروري، بس انت النهارده اول ما ترجعي من عنده كلميني قولي لي ميعاد الزياره الجايه امتى علشان ارتب نفسي. انا هخلص من عنده 7:30. الاقيكي فين؟ عند عمي. عارفه نمره عمي طبعا؟ اه طبعا عارفاها. اقوم انا بقى. ما انت قاعده يا علوي. ميرسي، باي باي. باي باي. اكيد هي عايزه تعرف الزياره الجايه امتى عشان ما تجيش معاكي في نفس اليوم. انا فهمت كده برضو. لكن انت حسيتي منها ايه يا علوي؟ ما جاتش معاك النهارده هنا علشان رايحه لعمها حقيقي، ولا علشان مش عايزه تيجي تاني للدكتور وهي معاكي؟ من ده على ده، لكن متهيالي ان الاكتر علشان مش عايزه تيجي معايا. ده هيبان من حاجتين، زيارتها اللي هتعملها لي هنا لوحدها، والحاجه التانيه هل هتيجي معاك المره الجايه لما تقولي لها انك جايه ولا لا. تفتكر زيارتها ليك لوحدها هتكون امتى؟ ان ما كانش الليله دي بعد علويه ما تكلمها عند عمها انديل وتعرف انها خرجت من عندي خلاص هيكون بكره. مش بقى مش عايز يجي. العب يا سهام، دور عليكي. مالك يا سهام؟ انت مش طبيعيه النهارده. مش النهارده وبس، ده انت بقالك مده. لا ابدا يا عمي مفيش حاجه. مفيش اخبار من كمال؟ رجع امتى؟ عامل ايه في اليونان؟ هو ما كلمكيش في التليفون؟ اخر مره كلمني فيها كان من 4 ايام، وقال لسه مش عارف هيرجع امتى. اه عشان كده متضايقه؟ ابدا يا عمي، وهتضايق ليه؟ شوفي بقى، انتوا كل يوم تيجي تتغدي معايا هنا، تطلع من الشغل على هنا تتغدي وتتغلي بالعشرتين طاوله المحترمين، وبعدين تروحي على بيتك على النوم على طول لغايه ما يجي الكمال. الو؟ ايوه يا علويه، انا سهام. ها عملتي ايه؟ كويس كويس قوي. والمره الجايه هتروحي له امتى؟ السبت. واحنا النهارده ايه؟ ياه بعد 5 ايام. طيب لا ان شاء الله، مع السلامة. ما تكملي الدور يا سهام، ده مرس.
دويك. مفيش فايدة، مغلوبة مغلوبة. حفظت برامج التلفزيون سام، وبقرأ الجرايد دلوقتي من أول كلمة لآخر سطر في الوفيات. أما لما تقرأ الوفيات بالتفصيل تلاقي فيها أسامي تفطس من الضحك. مالك يا سهام؟ لا ماليش. ايه صعبت عليك في قعدتي دي؟ ما خلاص هانت يومين وفك الجبس بالسلامه ان شاء الله. لا انت في حاجه اكيد مضايقاكي. مش عارفه يا نوسه، حاسه ان انا متضايقه قوي. من ايه يا حبيبتي؟ قولي فضفضي. من حاجات كتير، كل ما اجي اقولك عليها ارجع تاني و اخصى عليك يا سيهان. ترجعي تاني وايه؟ وتستخسري في نوسه تقولي لها ايه اللي مضايقك؟ مش مساله استخسار، خايفه تقولي عليا عبيطه، تقولي عليا هبله، تقولي عليا بخرف. طبعا مش ممكن هقول كده. نوسه انا بلاش يا سيهان، ما تقوليش اي حاجه الا اذا حسيتي انك عايزه تقوليها. انا قايمه. ما بلاش تقومي وانت متضايقه كده. لا مش متضايقه ولا حاجه. بروجرامك ايه الليله دي؟ ولا حاجه، رايحه عند عمي قنديل شويه، ويمكن اتمشى بالعربيه شويه، زهقانه. ايه اللي يريحك؟ وبيكلميني بالتليفون لما تروحي. باي باي. باي. الو، انا مدحت يا دكتور عدلي، ما جاتش برضو؟ يا ترى في امل انها تيجي؟ اه صحيح، لسه بدري على ميعاد العياده. لا ما انا مش هكلمك تاني، لحسن لو كلمتك وهي عندك يمكن ما تقدرش ترد عليا بحريتك. يبقى انت كلمني. مع السلامه دكتور. مصمم انك ما تشربيش حاجه؟ وتشكر يا عمي. ما تقومي تنامي لك ساعة ولا حاجة. على رأيك، أنا في عرض ساعة ولا اتنين أنام. سهام، ما تدخلي تنامي في أوضتك بتاعت زمان. أوضتي؟ أيوة أوضتك، ولا هتقعدي طول عمرك تهربي. أهرب؟ أهرب من إيه؟ من سهير. سهير؟ سهير مين؟ أختك، أختك يا سهام. هتفضلي كاتمة في قلبك لغاية إمتى؟ ده مش كويس عشانك يا سهام. أيوة كده عيطي، أنا عايزك تعيطي. من زمان وأنا مستني الدموع دي، هي دي اللي هتريحك مش تكتم جوا قلبك. عيطي يا سهام، عيطي وادخلي الاوضه اللي ما حطيش رجلك فيها من يوميها. لف فيها، اقعدي على سريرها، افتحي دولابها، بص في صورها، اصرخي، طلعي الحزن اللي جواكي عليها، اصرخي، قولي اي حاجه. وانا متاكد انك هتسامحي بعد كده. الله يكون في عونك يا سهام. افندم. خلاص يا علي؟ في واحدة تبونا جت دلوقتي حالا. خليها تتفضل. حاضر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اتفضلي استريح.
انا اللي بلاش تتكلمي دلوقتي وانت في الحاله دي. استني لما تهدي شويه. انا ما رايش حاجه. تحب اجيب لك ليمون؟ لا متشكر. افندم هات ليمون بسرعه يا علي. حاضر. تحب اديك حقنه مودعه؟ هتنيمني؟ لا مش هتنيمك ولا حاجه، هتهدي اعصابك بس. اتفضلي على الشازلونج يا مدام سيام. استريحي يا مدام سيام. دكتور انا اللي كلمت حضرتك امبارح وقلت لك ان ال... وقلت لي لما الواحد يفقد الذاكره ممكن ترجع له طبيعي ولا لازم علاج؟ معلش اصل انا ودني حساسه وانت ما عرفتيش تغيري صوتك. ادخل هاتوا عيني مدام. اتفضل. اتفضل يا مدام. انا تعبانه قوي يا دكتور. ولا تتعبي ولا حاجه، احنا نهدى الاول كده ونبتدي من الاول. انا ما عنديش اول ابتدي منه، الماضي عندي حاجه قريبه ما بقالهاش شهور. يعني انت عارفه انك فاقده الذاكره؟ ايوه. طيب احكي لي من اول ما اكتشفتي انك فاقده الذاكره. الو مين؟ اجلال؟ مساء الخير يا اجلال. ادي لي ست سهام. ايه؟ ما جاتش ازاي؟ دي كانت عندي ونزلت من ساعة. طيب 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 انا هبقى اطلبها تاني. الو مساء الخير يا فندم. لسه نوسه موجوده؟ مساء الخير يا نوسه، انا عم كنديل. الحمد لله. وانت ازيك وزي رجلك دلوقتي؟ يستاهل الحمد يا بنتي. قولي لي يا نوسه سهام عندك؟ ما شفتهاش خالص ولا كلمتك؟ كانت عندي بس كانت متضايقة شوية ونزلت من ساعة. ما تخضش ازاي؟ ده انا مخضوض قوي. طيب يا نوسة أول ما تجيلك أو تكلمك تخليها تطلبني على طول. نوسة فكرك تكون فين؟ غريبة. طيب اللي يلاقيها الأول يقول للتاني. مع السلامة يا نوسة. وازاي واحدة مثقفة زيك خريجة كلية التجارة وبتشتغل في شركة كبيرة تصدق ان اللي فاقد الذاكرة ممكن ترجع له بالتدريج؟ يعني ايه بالتدريج؟ مش عارفة، بس في الحالة اللي انا كنت فيها كنت بصدق اي كلمة يقولها لي. زي ما صدقتيه في حاجات كتير قالها لك قبل كده، وزي ما وافقتيه انكوا تخبوا على الناس كلها انك فاقدة الذاكرة. المهم عمي هو اللي كنا خايفين عليه. اللي كان خايف عليه مش اللي كنا. انت كنت بتسمعي كل كلمة يقولها لك ومسلمة له نفسك خالص. كل ده مش مهم دلوقتي،
انا المهمة عندي ايه حكاية سهير؟ انا ليا اخت اسمها سهير؟ دي بقى انا متأكد منها. وعمي النهاردة كمان جاب لي سيرتها، لأول مرة بسمع منه اسم سهير. شوف يا مدام سهام، انا عايز اقول لك يا سهام كده من غير مدام، عندك مانع؟ شوف يا سهام، طبعا موقف كمال جوزك ده غريب جدا، لكن احنا مش عايزين نسيء الظن بحد لحد ما كل حاجه تبان. هنفترض حسن النيه في كل واحد فينا، ونعمل من دلوقتي الحاجه واحده بس، ذاكرتك لازم ترجع لك. بعد كده تشوف ايه اللي حصل زمان، مين غلط مين ما غلطش، مين كان حسن النيه ومين سيء النيه. بس ارجوك ريحني يا دكتور، اختي سهير دي جرالها ايه؟ حضرتك من يومين بتقولي ازيها، وعمي النهارده بيقولي عيطي، طلعي الحزن اللي جواكي عليها. اجلي الكلام عن سهير دلوقتي، المهم عندنا انت. وبعدين؟ لا من فضلك يا دكتور، سهير اختي دي فين؟ انا ليا اخت اسمها سهير، ايه اللي جرالها؟ قولي الحقيقة، انت دكتور ولازم تقولي الحقيقة. مش الفكرة بس ماتت؟ عايز اقولك زي ما قالك عم كنديلي النهاردة، عيطي فاتفضي عن نفسك، وفي نفس الوقت عايز اقول لك انسي موضوع سهير دلوقت. ماتت ازاي يا دكتور؟ وبعدين يا سهام، انت فاكره سهير؟ فاكره حاجه عنها؟ لا. خلاص انسي الموضوع ده دلوقت، ولما ذاكرتك هترجع لك هتعرفي او هتفتكري كل حاجه عنها. وكمان كفايه النهارده كده، تجيلي بعد بكره كويس؟ حاضر دكتور، انا ليا طلب عندك. ما تقولش العلويه اني جيت لك يا دكتور، مش كده؟ حضرتك ذكي قوي يا دكتور. انا مش ذكي، انا دكتور نفساني، ولا انت نسيتي؟ الو. ايوه ايه يا سهام، اتخضيتينا عليكي، انت كنت فين يا بنتي؟ ده اتخضيت عليكي قوي. ازاي بقى ده اسمه كلام؟ مشوار ايه ده؟ طيب على كيفك، بس انت مش تعملي كده تاني. وانت ازايك؟ الحمد لله. اسمعي، ما تيجي تباتي معايا. طيب على راحتك يا بنتي، على راحتك، وانت من اهل يا حبيبتي. الحمد لله. اجيب لك تتعشي يا استسهام؟ ماليش نفس. طب مش عايزه حاجه تانية يا ست؟ شكرا يا جلال. طب تصبحي على خير. Thank you.
اهي راح يطلع علوية. كويس، يبقى الجزء الاول نجح. الباقي بقى على الدكتور عدلي، هو اللي هيفضل معاها لغاية ما يوصل بيها للذاكرة وبعدين للحقيقة. عمل ايه امبارح لما راحت له؟ هو ما قاليش تفاصيل، قال لي انها جت زي ما توقعنا. ما سألتوش على التفاصيل ليه يا مدحت؟ هو له وجهة نظر انا احترمتها جدا، بيقول ان سهام دلوقتي المريضة بتاعته. صحيح احنا اللي رتبنا معاه الخطة اللي تخليها تروح له علشان تتعالج، لكن هي اللي راحت له بنفسها وبإرادتها، واصبح شرف المهنة وتقاليدها يمنعونه يقول لنا اي تفاصيل عن العلاج او الاسرار اللي هتقولها له. وهنفضل كده مش عارفين حاجة؟ هو قال انتم ليكم النتيجة، بعد ما ترجع لها الذاكرة تدخلوا انتم في الموضوع على طول. انا متهيالي ساعتها هيبقى في مفاجآت كتير قوي. اهم مفاجأة، ايه دور كمال في موت صهير؟ طيب لما فوتي في المستشفى ولقيتي كمال جنبك، حسيتي انك مستريحة له؟ يعني حسيتي انه الشخص قريب منك؟ مش عارفة، بس لما قال لي انا جوزك استغربت شوية. وعمك قنديل وبقيت اصحابك؟ عمي قنديل انا حبيته على طول، حسيت ان هو بيحبني قوي وخايف علي. اصله انسان طيب قوي يا دكتور، كله حب وحنان. واصحابك؟ نوسة اكتر واحده استريحت لها. يعني بتحبيها جدا وحاسه انها بتحبني وخايفه عليا قوي. بتثق فيها؟ بثق فيها جدا. يعني ممكن اشوفها؟ انا كنت لسه هسالك يا دكتور، ممكن اقول لها اني باجي لك؟ اذا كنت بتثق فيها ممكن تقول لها، واذا كنت حاسه انها بتحبك وقلبها عليك زي ما بتقولي يا ريت اشوفها معاك المره الجايه. مالكش حق يا عمي تقول لها الكلام ده. اعمل ايه بس يا نوسة؟ انا شايفها من يوم ما خرجت من المستشفى وهي عماله تكتم تكتم تكتم، ده مش كويس عليها. ما دام ساكته خلاص. خلاص ازاي بس؟ دي كانت اختها التوأم، دي لو قريبه من بعيد ولا صديقه كانت زعلت عليها. بقى معقول هي مش زعلانه على زوجها؟ هو ده اللي هيجنني، اكيد زعلانه وكاتمه الزعل في قلبها، وكان هيجي لها يوم تنفجر. ده كمان لما هيرجع من بره ويعرف باللي حصل هيزعل مني قوي. يزعل منك ليه؟ لا اصله كان موصيني افضل جنب سهام وما سيبهاش ابدا لولا حكايه رجلي اللي حصل. طيب وايه علاقه رجلك باللي حصل بيني وبين سهام؟ لا ابدا، بس كنت هنبه حضرتك انك بلاش تفاتحها في اي حاجه خاصه بسهير. وحتى لو نبهتيني برضه كان لازم اقول لها اللي قلته. سهام محتاجه لصدمه تفوقها من الذهول اللي هي فيه ده. انت فتحتها في الموضوع ده تاني؟ ولا شفتها من اصل ولا وريتني وشها؟ اتكلمني في التليفون ازيك يا عمي الله يسلمك وخلاص، وانا فاتحها ازاي؟ دي واحده بقول لها هتفضلي تهربي كده من سهير؟ تقول لي سهير مين؟ على العموم عشان خاطري يا عمي بلاش تكلمها في الموضوع ده تاني، على الاقل لغايه كمال ما يرجع، ولا حتى بعد كمال ما يرجع. بلاش دلوقتي تجيب لها كلمه سهير على لسانك عشان خاطري يا عمي. دي اكيد سهام. هي جايه؟ ما هي كلمتني النهارده قالت لي هي جايه شويه. طيب عشان خاطري يا عمي بلاش تجيب لها سيره. ها حاضر. اهلا يا سهام. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا عمي؟ وحش طول ما انت ما بتسأليش عليا. ازيك يا نوسه؟ يعني كنت سالتي عليا عشان تعرفي ازاي؟ لا، ما انا اتصلت بيكي في البيت دلوقتي وعرفت ان انت ابتديتي تنزلي وانك موجوده هنا. ايه رايكم في اتنين تمر هندي قنديلي معتبر؟ يا ريت يا عمي، انا وحشني التمر الهندي بتاعك. حالا من عينيا الاتنين. نوسه انت هتنزلي من هنا تروحي على البيت على طول؟ على طول. انا لسه يعني مش بقدر امشي لدرجه اني اتنطط هنا وهنا، لسه بمشي ازك على رجلي.
طب انا هاجي معاك البيت. يا اهلا وسهلا. نشرب التمر عندي ونمشي على طول. عاوزاكي في موضوع خطير جدا. خطير جدا يا ساتر يا رب. ايه هو؟ مش وقته. طب بس قولي لي العناوين، المشتات شوقتيني. مشوار، هتروحي النهارده معايا مشوار. التمر هندي. انا بفكر افتح كافتيريا واسميها كافتيريا تمر انديل. اهلا يا نوسه، اتفضلي. سلامة رجلك. سهام قالت لي انك وقعت من على الحصان. شقاوة بقى يا دكتور. دكتور تحب اقعد في الاوضه التانية شويه؟ ليه؟ يمكن تحب تتكلم مع نوسة ولا حاجه. ما انا فعلا هتكلم مع نوسة، بس هديك انت الاول حقنه صغيره وبعدين نتكلم كلنا مع بعض. اتفضل يا سامح. عشان اسلمك. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا سي كمال. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا جلال، ازيك؟ الله يسلمك. خد الشنطة دي الأول. الست فين أمال؟ الست مش هنا، برا. من أمتى؟ من العصر. ما تعرفيش فين؟ أظن راحت للست نوسة ولا البيه أنديل، مش متأكدة. إزيها يا جلال؟ بخير يا بيه الحمد لله. ما تكلمها يا بيه عند الست نوسة. لا، خليها تيجي على مهلها، أنا عايز أعمل لها مفاجأة. هي نامت يا دكتور؟ ايوه هتنام شويه. مرضتش اخليها تقعد في اوضه تانية عشان ما تحسش اني عايز اتكلم معاكي من غير هي ما تسمع. لكن هي مش هتسمع دلوقتي. لا مش هتسمع، لكن مش هتحس ان في حاجه فاتتها من حديثنا. هي ايه الحكايه يا دكتور؟ الحكايه انها فاقده الذاكره. هي دوب قالت لي الكلام ده قبل ما نيجي دلوقتي. انا استغربت، يعني ما عندهاش اي فكرة عن حادثة اختها؟ ولا عندها اي فكرة ان لها اخت اسمها سهير. من وجهة نظرك انت يا نوسة، وبحكم صلتك بيها وبالاسرة، تفتكري ليه كمال جوزها مخبي عن الناس كلها انها فاقدة الذاكرة؟ ويخبي ليه؟ طب ما يمكن هو نفسه مش عارف انها فاقدة الذاكرة. ده كلام. اولا انا رحت المستشفى وقابلت الدكتور اللي كان بيعالجها من حالة الانهيار العصبي اللي جالها ده، وشفت التقارير الطبية كلها. وتأكدت ان كمال كان عارف؟ طبعا، دكتور المستشفى قال، وهو قال لي سهام انها فاقدة الذاكرة ومفهمها انها مش محتاجة العلاج وان ذاكرتها هترجع لها بالتدريج. غريبة. والحل؟ الحل اننا عايزين بمساعدتك طبعا نخلي الموقف زي ما هو بالنسبة للكل. ازاي يعني؟ يعني نسيب اللي ما يعرفش حكاية فقدان الذاكرة ما يعرفهاش برضو. وبعدين؟ وبعدين العلاج هيستمر عشان ذاكرتها ترجع لها. ولما ترجع لها؟ أكيد هنلاقي مفاجآت كتير مستنيانا. زي إيه؟ ما أقدرش أقولك دلوقتي زي إيه، إنما أظن أنت معايا إنه شيء غريب جدا إن زوج يخبي عن عيلة مراته وعن الناس كلها إنها فاقدة الذاكرة. هي غريبة فعلا، إنما إحنا هنفترض فيه حسن النية لحد ذاكرتها ما ترجع لها. يعني كمال مش لازم يعرف أي حاجة، لا إنها بتجيلي وبعالجها ولا إنك عرفتي. عايزه يفضل فاهم إن محدش عارف إنها فاقدة الذاكرة غير هو وهي بس. يبقى انت كمان نبيها عليها، ما تقولش، خليها تيجي منك انت احسن. هو راجع امتى؟ معرفش.
احضر لك العشاء يا بيه؟ لا، حطي الاكل على السفره وخشي نامي انتي. انا حسنا ست ونتعشى سوا. حاضر. دي هتفرح بشكل لما تلاقي حضرتك جيت. دي كانت قلقانه عليك قوي. طب يلا حضري السفره غلبوي يا انتي. حاضر. ما عرفت الحاجات دي كلها النهاردة وانا دايخة. حدوتها زي الروايات. عموما هي بإذن الله هتبقى عال وكل شيء هيرجع لأصله إن شاء الله يا دكتور. نفسك معاها بقى. سهام طيبة وبنت حلال. اخبارك ايه يا سيام؟ هو انا نمت ولا ايه؟ ولا نمت ثانية واحدة. ما انتي معانا اهو صاحية. نمتي ايه؟ عايزنا تاني النهاردة يا دكتور ولا كفاية كده؟ احنا تقلنا عليك والزباين بره زي الرز. ده مش قر والله. ولا يهمك.